الليلة مع حضراتكم هيكون موجود معانا فنان متميز جدا، موهوب جدا، ولما بنشوفه شرير بنكرهه جدا الحقيقة. صيفك شمس وبحر ونفتح شبابيك ولا تكييف ومروحه وما بتطقش الحر؟ والله بصي انا جوزاء. يعني الاثنين. بس انت رحلتك كانت قاسيه، يعني كانت شاقه شويه كمان. شويه انت اتعينت ب 140 جنيه وبعديها ده الاساسي، في بقى الحوافز والمش عارف ايه، والعروض مثلا والحاجات دي 214 جنيه. ودور كبير ليك وهو دور الإمام الغزالي. مشاهد الغزالي لا تتعدى مثلاً 20 مشهد. أعتقد إن ده توفيق من عند ربنا طبعاً. كبير. لسه محتاج يستوي؟ شوية يعني. شوية. تتوتينا في داهية. إحنا مقلناش أسامي وين نضل أعمل إيه طيب؟ ما هم عارفين. حد النجوم مع شريهان أبو الحسن التاسعة مساءً على أون.